صندوق الأخبار السلام عليكم ورحمة الله عاشت الثانوية الإعدادية بلعبيات التابعة للمديرية التعليمية لسيدي سليمان صباح يوم الاثنين بعد إقدام مجموعة من التلاميذ على الاحتجاج بشكل عنيف وتكسير بعض مرافق المؤسسة وإتلاف جزء من ممتلكاتها وأفاد مصدر محلي أن تلاميذ الإعدادية قاموا بأعمال عنف وتخريب عدد من مرافق المؤسسة وإتلاف بعض الوثائق والممتلكات التي توجد في ملكية المؤسسة وتعنيف الأطر العاملين بها الوثائق الإدارية كل شيء كل شيء لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس كي يصلكم كل جديد وإن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر الإعجاب